بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله دولة ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرت لدولة رئيس وزراء الهند مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيفة. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله ودولة ناريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة مختلف جوانب العلاقة الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بجانب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند وسبل تعزيزهما لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين واستدامة نموهما الاقتصادي وازدهارها. واستعرض سموه ودولة ناريندا مودي مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة بجانب الصحة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تخدم أهداف البلدين ورؤاهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامين. وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين دعمهما أي مبادرات ومساع هادفة إلى تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم. وأشار إلى الحرص المتبادل على استمرار التواصل والتشاور حول القضايا والاهتمامات المشتركة. وسجل دولة ناريندا مودي كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة مزيدا من النماء والازدهار في ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام والإمكانيات المتوفرة لتطورها. حضر لقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من أصحاب السمو والمعالي.